امرأة أفطرت في رمضان 6 أيام أو 7 شكا منها فصامت 7 أيام، والسؤال: هل عليها شيء في صيام 7 الأيام؟ علما أن الأقرب لظنها أنها صامت 6 أيام. لا، ليس عليها شيء، بل هذا هو الواجب. إذا شكت في الأيام فإنها تحتاط، إذا شكت عليها 6 أو 7 تجعلها 7 باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين. نعم.